بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معانا. معاكم مهندس دسوقي نصر، مهندس ميكانيكا قوى. ان شاء الله هنتكلم عن الاتش فاك، وعن تحديدا الاير كونديشننج سايكل. نبدا باذن الله. هنتكلم عن الاير كونديشننج سايكل. الاير كونديشننج سايكل دوره تبريد وتكييف الهواء. عرفنا ان السايكل هي الجزء الادفانسد من البروسيس، حيث البروسيس هو الاجراء، والاجراء عباره عن تغير حاله من حاله اتزان الى حاله اتزان اخرى، من وان اكليبريوم ستيت الى ذا سكند اكليبريوم ستيت. خلالهم بيتم الاجراء سواء بالتسخين او بالتبريد، ولما يحصل ان الاجراء يبدا من نقطه ويرجع تاني ينتهي عندها، اذا بيتم دوره اللي بنسميها السايكل. هنا هندرس دايرة تبريد الهواء. اول عندنا كومبوننت من الاير كونديشن كومبوننت، هنلاقي الكمبريسور اللي احنا بنسميه الضاغط او الكباس. شكل الكمبريسور في الحقيقه بيكون متكون من بيستون مكبس والسلندر اللي هنضغط فيها النوع المائع اللي عندي، سواء كان غاز او غيره. في حالتنا هنا هيكون بخار الفريون، هيضغط غاز بخار الفريون. بيكون في عندي حاجه اسمها السكشن لاين، خط السحب اللي بيبدا يسحب منه الفلويد عشان يبدا يحصل له ضغط وتزيد ضغطه ودرجه حرارته. والناحيه الثانيه بيطلع الريفريجرانت عندي هنا حاله الفريون، بيطلع في ديسشارج لاين، وبيكون هنا درجه الحراره والضغط في هذا المسار عاليه جدا مقارنه بخط السكشن. فاحنا هنا بنرفع من الضغط المنخفض الى الضغط المرتفع، وبيتم سحب هذا الفريون من المبخر اللي هو الايفابوريتور اللي هنتكلم عنه ايضا ككومبوننت. اذا وظيفه الكمبريسور ان هو يفضل يسحب كميه فريون بشكل متصل عشان يبدا يضغطها عند ضغط ودرجه حراره عاليه. نشوف المكون الثاني، الكومبوننت الثاني الكوندنسر اللي هو المكثف. والمكثف هو عبارة عن أيضا جهاز بيستخدم في تكثيف مائع التبريد الريفرجرانت بتاعي من حالة الفيبور إلى حالة الليكويد. وبيكون شكل مواسير الكوندنسر بهذا الشكل، يبدأ يخش الفريون من هذا الجزء ويبدأ يمشي في المواسير بهذا الشكل. وتم تصميم هذه المواسير بهذا الشكل حتى يتم تعريض الفريون لأكبر مساحة سطحية من انتقال الحرارة. احنا عرفنا ان Q كمية الحرارة اللي بتنتقل تساوي U في A في دلتا T. دلوقتي الدلتا T دي بين الفريون اللي جوه الكوندنسر وبين درجة حرارة الغلاف اللي هو للهواء الجوي الخارجي، لأن الكوندنسر بيكون من ضمن الأجزاء بتاعة الـ Outdoor Unit. دلوقتي احنا اتكلمنا عن تو كومبوننت، اول كومبوننت الكمبريسور، تاني كومبوننت الكوندنسر. الاثنين كومبوننت بسميهم مناطق الهاي بريشر الضغط العالي، وايضا بسميهم الاوت دور يونت. الجزئين مع بعض هو الاوت دور يونت، حيث فرق درجه الحراره بين الريفرجرانت الفريون وبين الاوت دور تمبريتشر. وعرفنا ان كل ما زادت فرق درجه الحراره الدلتا تي ما بين التي في الريفرجرانت والتي اير اللي هو التي انفينيتي اللي بسميها التمبريتشر او الاتموسفيريك اير، درجة حرارة الهواء الجوي، بيكون فرق الحرارة كلما زاد فرق درجة الحرارة زاد انتقال الحرارة من الفريون الى الهواء، من بخار الفريون الى الهواء، وبتحول البخار الى ليكويد. نتيجة ان بيحصل انتقال حرارة، بيحصل ان درجة الحرارة بتظل ثابتة في الكوندنسر عند المدخل، ولكنها ايضا مع مرور الفريون من المدخل الى المخرج بتقل درجة الحرارة نسبيا، ولكنها لا تصل الى درجة حرارة الهواء الخارجي، تبعا لان في كده هيت اكستشينجينج بين المواسير الفريون اللي في النحاس اللي هي بتاعت الفريون اللي موجودة داخل الكوندنسر وبين الهواء الخارجي. هنا في هيت اكستشينجر اللي سواء كان كاونتر فلو او بارل فلو، بيحصل انتقال حرارة، ولكن كفاءة المبادل الحراري اللي هو يتمثل في مواسير الفريون والهواء الخارجي، يعني بيبقى عبارة عن ليكويد وجاز اللي هو الجازيوس اير، بيكون كفاءة هيت اكسشنجر ده الافكتفنس بتاعته ليست 100%. فلما الهواء يخش بدرجة حرارة والليكويد 40 يمر على
البايبس اللي فيها الفريون اللي ماشيه في الكوندنسر بيبدا يحصل للهواء ان درجه حرارته بتزيد، والفيبور يبدا يتغير من فيز الفيبور الى فيز الليكويد، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل في البي اتش دياجرام، البريشر ان سولفي دياجرام فور كوندنسر اند اتش كومبوننت اوف ذا سايكل. نشوف دلوقتي الكوندنسر كاباسيتي. الكاباسيتي بتاعت الكوندنسر او اي كومبوننت داخل السيستم، في عندي حالات بتبقى حالات الحمل الجزئي وحالات الحمل الكلي، البارت لود والفول لود، بارت لود اند فول لود. في هذه الحاله بشوف على البي بي اتش دياجرام بنرسم خطوط التشبع بتاعتنا، ده خط الساتيوريتد ليكويد لاين خط التشبع في حاله الليكويد، وهنا الساتيوريتد فيبر لاين خط التشبع في حاله الفيبر، وهنا منطقه السوبر هيتد فيبر البخار المحمص في حاله لو عندنا فريون يبقى ده بخار الفريون محمص، وهنا عندي بخار الفريون المشبع، وهنا نقطه الكريتيكال بوينت اللي نقطه قمه المنحنى، وهنا عندي منطقه الكومبريسد ليكويد او بنسميها السب كولد ليكويد. فانا لقيت عندي على خط راسي بريشر وخط الافق الانسالبي، وبدات اخد من هنا الاجراء بدايه دخول الكباس، بلاقي ان شكل الاجراء عامل كده بروسيس من النقطه دي للنقطه دي داخل عين الكباس، ومن نقطه هنا نقطه 2 الى نقطه 3 داخل الكوندنسر لحد موسم 3 ل 4 خلال الاكسبانشن فالف اللي هنتكلم عنه، بيكمل الاجراء من 4 ل 1 عشان يبقى كمل 1 سايكل، السايكل بدات من هنا ثم كمل كومبريسور خلال الكوندنسر خلال الاكسبانشن فالف خلال الفابريتور رجع تاني الدوره كملت الدوره. في حاله البارت لود هلاقي ان انا كان عندي داخل الكباس ده بخار محمص بحاله ولتكن حاله 1 انيشال ستيت 1، ثم حصل اجراء كمل الى هذا الجزء فقط، درجه الحراره بتاعت الكوندنسر كملت الى هذا الجزء، ساعتها هقف هنا بهذه النقطه وابدا اكمل اجراء عادي خالص واوصل لهذه النقطه وارجع الى نقطه الايفابوريتور عن طريق اكسبانشن فالف، هيحول هنا هنا سوبر هيتد فيبر، ثم داخل هنا بقى خلال الجزء ده في جزء ليكويد وجزء فيبر في منطقه الميكس او نسميها الويت ريجيون، وساعة ما وصل النقطة دي وصل للسب كولد ثم يخش على الاكسبانشن فالف يوصلته الحال يوصله لحالة الميكس مرة أخرى ثم يرجع إلى السوبر هيتد مرة أخرى، بكده تكون كلمة الدورة. عند الجزء ده بيكون وصل لحالة البارت لود، يعني الكوندنسر مش شغال بكفاءته الكلية أو شغال بحالته المية بالمية عشان بيكون حمل جزئي، يعني أنا مثلا محتاج تبريد الهواء بشكل ليس كبير، كمية الأشخاص الموجودين داخل الحيز المكيف ومراد تكييفه مش كبير، الاستهلاك اليومي لجهاز التكييف إن هو يشتغل ساعات أكتر بيكون أيضا مش كبير، فبيشغل الكوندنسر على البارت لود بحيث يوفر شغل الكوندنسر، وذريجة إن الكوندنسر بيفصل كتير فبالتالي الكمبريسور الضاغط هيفصل ايضا كهرباء كتير، وبالتالي هبقى وفرت كهرباء على السيستم بتاعي، ودي بتكون من الكوست بتاعه الصيانه ايضا بتقل، والكوست بتاعه الرننج كوست بتقل ايضا. فعرفنا ان الكوندنسر بيتغير من حالات البارت لود والفول لود. نشوف بقى المكون الثالث عندنا وهو الاكسبانشن فالف، وهي المرحله الثالثه بعد مرور الفريون على الكباس كومبريسور ثم مرور على المكثف الكوندنسر ثم مرورا الى الاكسبانشن فالف. نشوف حالته وهو داخل الاكسبانشن فالف. وهو داخل الاكسبانشن فالف بيكون داخل عباره عن ستيت ليكويد، ان هو وظيفته ان هو يقيس كميه مظبوطه من الليكويد ريفريجرانت ويقلل ضغطها، الضغط بتاعي بيقل من الهاي بريشر ريشيون منطقه الكومبريسور والكوندنسر الى اللو بريشر اللي هو الاكسبانشن فالف والايفابوريتور. كمان بيكون في عندي حساس لدرجه الحراره متوصل على هذا الاكسبانشن فالف، متوصل على هذا الجزء يحس بدرجه حراره المبخر عشان يقدر يحدد درجه حراره الفليون ده هتوصل لكام في حاله دخول المبخر، وكده في هذه الحاله هيكون داخل عندي منطقه الميكس. لكن هذه النقطة يتوقف بعدها عن هذه النقطة بمقدار الحرارة اللي انتقلت خلال الكوندنسر، وده هنشوفه ايضا بشكل واضح
بس قدام شويه. وده بيكون عندي اكسبانشن فالف، ده اللي هو ليكويد ريفريجرانت اللي خارج من الكوندنسر وداخل اكسبانشن فالف، ثم بيحصل انخفاض في ضغطه ودرجه حرارته، لكنه الانصال في الاتش عند نقطه الدخول هنا بتساوي الاتش عند نقطه الخروج هنا، ثم يمر الفريون على المبخر الذي يعمل على تغيير الفيز بتاع الليكويد الى فيبر، وهنشوفه دلوقتي ازاي. نشوف بقى الايفابوريتور. الايفابوريتور بيكون عباره عن بايبس ايضا زي بتاعه الكوندنسر بالظبط، وعليه ايضا فان، لكن حاله الفريون اللي هنا غير حاله الفريون اللي في المكثف. ازاي؟ بيكون في مبخر درجه حراره ماء التبريد الريفريجرانت اقل، بتمتص الحراره من المكان اللي انا عايز ابرده او اكيفه. بمعنى دلوقتي عندي جهاز تكييف الهاي وول سيستم، اللي هو بيكون الجهاز الموجود الحائطي اللي متعلق على الحيطه في كل البيوت، ده بنسميه هاي وول اير كونديشننج سيستم، وده هنتكلم عنه ايضا قدام باستفاضه اكتر. فبيكون الجهاز ده موجود داخله الايفابوريتور، الكويل بتاع الايفابوريتور، وعليه طبعا الفان عشان تعمل سبلاي اير هواء الامداد، وده هنتكلم ايضا عنه داخل الغرفه، وموجود قبليه ايضا داخل الاندور يونت موجود الاكسبانشن فالف. فدلوقتي انا داخل عندي ليكويد وداخل عندي فيبر، حاله الدخول هنا، هنا نقطه الايفابوريتور، داخل عندي في هذه النقطه على الايفابوريتور مدخل الايفابوريتور اللي هو ليكويد، وداخل عندي فيبر ميكس منطقه الميكس يونت اللي خدناه في الثيرمودينامكس. فهلاقي ان داخل عندي النقطه دي داخل ميكس. الايفابوريتور وظيفته كلها ان هو يبخر كل جزيئات الليكويد من الفريون اللي فاضله من لحظه خروجها من الاكسبانشن فالف. فبالتالي هنبدا درجه الحراره تقل. انهي درجه حراره؟ دلوقتي الكويل داخل المكان، والمكان ده فيه اشخاص وفيه اضاءه وفيه حوائط خارجيه، كل هذه الاجزاء بيطلع منها حمل حراري، وده ان شاء الله هنعرفه ايضا بالتفاصيل في لما نحسب الكولينج لود او حمل التبريد. حاليا لو انا قلت ان الاشخاص دي بينتج عنها حراره نتيجه لانهم قاعدين في مكان عمل او مكان منزلي، او موجودين اشخاص في جيم، فبالتالي بينتج عن حركتهم ودرجه نشاطهم حراره. هذه الحراره انا المفروض اشيلها، او ان انا اتخلص من هذه الحراره واستعيد عنها بهواء بارد نسبيا عشان يحصل تبريد هواء. اتفقنا ان الهواء الرطب هنتحكم في ضغطه ودرجه حرارته ودرجه نقاءه ايضا ومحتوى الرطوبه. فانا دلوقتي عايز اخلص من الحمل الحراري ده اللي متمثل في الاربع خصائص اللي لسه قايلهم حالا: درجه حراره، ضغط، محتوى رطوبه، نقاوه هواء، ايضا مستوى الازعاج اللي بنسميه النويز كريتيريا، ده بيحتاج تتحكم فيه، لكن ده هنناقشه ايضا بشكل باستفاضه قدام. لكن خلينا في الحل اللي هنا. لما الحمل ده اللي هو درجه حراره الهواء الموجود في المحيز المرطب بريد وتكييفه، هيحصل دلوقتي ان انا عندي درجه حراره الفريون اللي هو الميكس ليكويد وايفابوريتور وايفابوريتور ووتر فيبر، هيحصل تقاطع حراره بين الهواء ده ولتكن درجه حرارته 30 درجه سيليزيوس، ودرجه حراره الفريون ولتكن 5 درجه سيليزيوس، لانه بيبرد جدا بعد خروجه من الاكسبانشن فالف، بيحصل تشوك، هيت تشوك، صدمه حراريه من تغيره من ليكويد بدرجه حراره عاليه جدا الى ليكويد بدرجه حراره منخفضه جدا. فدلوقتي انا عندي سيستم داخله الفريون اللي هو المائع بتاعي، وادي الهواء الخارجي بدرجه حراره اللي قلنا عليها ولتكن 30 درجه. هيحصل هيت ترانسفير بين مواسير الايفابوريتور اللي ماشي فيها الفريون وبين الهواء المحيط بيه. فهيحصل دلوقتي نتيجه اختلاف درجه الحراره، هيحصل انتقال حراره في الهيت ترانسفير من مبادئ السكند لو اوف ثيرمودينامكس. فبعد انتقال الحراره فضل الفريون ده يتبرد ودرجه حرارته تقل، لان الهواء بيبرد والفريون اللي عندي ده درجه حرارته بتسخن نسبيا، كان بيبرد لما خرج من اكسبانشن فالف وبعد ما دخل الايفابوريتور وحصل هيت ترانسفير بين الفريون والهواء، بدا ان الهواء درجه حرارته تبرد، ده اللي انا محتاجه، وفي المقابل الفريون درجه حرارته بدات تعلى نسبيا. كلمه الحراره الفريون درجه الحراره بتاعته بدات تعلى نسبيا لحد ما وصل درجه حراره
من بعدها اي حراره هتضاف نتيجه لهذا الهيت ترانسفير بين الهواء والفريون هيحصل يتحول الى ليتنت هيت اوف ايفابوريشن، هيوصل لحاله الطاقه الكامنه للتبخر ويبدا يوصل البخار الى توتال فيبر ريفريجرانت. بعد ما كان ميكس بين الليكويد والفيبر بدا يوصل لتوتال فيبر ريفريجرانت. انا محتاج دلوقتي اخرج الايفابوريتور اخش على مين؟ اخش على الكمبريسور. دلوقتي بعد ما هخش على الكمبريسور، الكمبريسور ده محتاج فيبر، بس حاله الفيبر اللي هخش الكمبريسور لازم تكون سوبر هيتد فيبر، يعني لازم تكون النقطه دي، هذه النقطه لو انا بشوف الكباس لازم تكون النقطه دي خارج خط التشبع بتاع السيريوس فيبر، لان كل نقطه على هذا الخط نقط بخار لكنها ايضا مشبعه بقطرات ميه او بخار مشبع، يعني اي درجه حراره هتضاف لي بعد كده هتتكثف. فانا تجنبا لحدوث تكثف عند مدخل الكباس، ولو حدث تكثف عند مدخل الكباس وكان الكباس بيسحب فيبر على جزء كوندنسيت ووتر او كوندنسيت ريفريجرانت من اللي عندي، بالتالي هيحصل للكباس فيلير، لان الروتيتنج بارت اللي بالكباس اللي بيعمل على ضغط الماء مصممه خصيصا لضغط بخار محمص فقط وليس به اي نسبه ساتوريشن او تشبع، فبالتالي لازم افضل يحصل انتقال حراره اكبر. وعشان يحصل انتقال حراره اكبر بفضل اخلي المسارات اللي يمشي فيها الفريون في مواسير الايفابوريتور اكتر عشان اعمل مساحه انتقال حراره اكتر، وكل ما انتقل الحراره انا بستفاد بان الهواء بيبرد وان انا بوصل الفريون من ساتوريتد فيبر او من فيبر ميكس الى سوبر هيتد فيبر، وده هنشوفه ان شاء الله بالسايكل سيري نفسها، نظريه عمل السايكل بتاع الاير كونديشننج هنشوفها بالتفاصيل. نكمل في الايفابوريتور، لو شفنا ان الاير فلو اللي هو بتاع الكونديشن سبيس بيعدي على الكويل بتاع الملف بتاع الايفابوريتور، فند تيوب ايفابوريتور يعني تيوب وحواليها فنز عشان يحصل انتقال حراره. لو انا هنا داخل عندي من اكسبانشن فالف، ده ليكويد فيبر ريفريجرانت وده الليكويد ديستريبيوتر بيوزع، ياخد الليكويد بس وياخد الفيبر بس، فايه الجزء ده هيحصل انتقال حراره، فبالتالي هيطلع ريفريجرانت فيبر ده خروجه من المبخر وكان الدخول بتاعه ميكس بين الليكويد وبين الفيبر. نشوف شكل السايكل مبدئيا، اتفقنا ان احنا عندنا فور كومبوننت، كومبريسور، كوندنسر، اكسبانشن فالف، الايفابوريتور. الكمبريسور هو الضاغط، الكوندنسر هو المكثف زي ما قلنا، الاكسبانشن فالف بيسموه الخنق لانه بيخنق الفريون زي ما اتفقنا، بيعمل شوك هيت ترانسفير وبيحصل انه بيقلل الضغط ودرجه حراره الفريون بشكل مفاجئ عشان يخش على الايفابوريتور في حاله الليكويد فيبر، لكن بدرجه حراره اقل بكتير جدا من اللي خارج بيها من الكوندنسر، وده وظيفه اكسبانشن فالف عشان ينتقل من منطقة الهاي بريشر بتاعت الكمبريسور والكوندنسر إلى منطقة اللو بريشر بتاعت الاكسبانشن فالف والإيفابوريتور، وبالتالي يخرج الإيفابوريتور ببخار ونستمر في انتقال الحرارة بينه وبين الهواء لحد ما يوصل للسوبر هيتد فيبر، ثم يخش الكمبريسور مرة أخرى ويكمل السايكل، تبدأ البداية عند الكمبريسور وترجع أيضا للكمبريسور، إذا إحنا عملنا كده سايكل، وبنسمي هذه الدورة بالفيبر كومبريشن ريفريجرانت، عملية انضغاط البخار عشان يحصل تبريد. نشوف شكل الدورة، دلوقتي احنا اتكلمنا على الريفريجريشن سايكل، هنتكلم عن تفاصيل الريفريجريشن سايكل. البداية هنا هتكون عند مدخل الايفابوريتور، لو بدأنا عند الايفابوريتور ممكن نبدأ ايضا من عند الكمبريسور، لكن هنبدأ من عند الايفابوريتور. اتفقنا ان المنطقة اللي فيها الاكسبانشن فالف الايفابوريتور اللي احنا بنسميها الاندور يونت اللي داخل المكان المراد تكييفه او تبريده، بتبقى منطقة اللو بريشر سايد، منطقة الضغط المنخفض، والكمبريسور والكوندنسر في منطقة الهاي بريشر سايد، ودي بتمثل الاوت دور يونت اللي بتكون مثبتة خارج حيز المكان المكيف، وبيتم التوصيل بين هذه الأجزاء الأربعة
بالريفريجرانت بايب الموازين اللي بيمشي فيها الفريون. دلوقتي انا عندي المفروض الحاله واحد دي داخل الايفابوريتور بمنطقه ميكس بين ساتوريتد فيبر وساتوريتد ليكويد بعد ما خرجت من اكسبانشن بار بضغط ودرجه حراره منخفضه، فبتخش على الايفابوريتور بيبدا يحصل انتقال حراره قلنا بين المبخر مواصل الفريون الموجوده جواه وبين الهواء المراد تبريده داخل الحيز المراد تكييفه، فبيحصل ان بيتحول الفيز من ليكويد فيبر ميكس يونت ميكس ريجن يبدا يتحول الى فيبر، لكن باستمرار انتقال الحراره بين الايفابوريتور والهواء بنحط حاجه اسمها السوبر هيت يونت ودي هنتكلم عنها حالا لحد ما يوصل هنا للسوبر هيتد فيبر بخار فريون محمص. هذا البخار يبدا يخش على الكمبريسور بكونديشن 2 عند بي 2 وتي 2 بي 2 وتي 2 اعلى من بي 1 وتي 1. دخلنا على الكمبريسور كده هنخش في منطقه الهاي بريشر سايد. دخلنا على الكمبريسور الضغط هنا بي 3 يساوي بي 4 وبي 1 يساوي بي 2. بي 3 هو بي 3 وتي 3 حاله الديسشارج من الكمبريسور، ولما كان داخلين بحاله 2 على الكمبريسور كان سمينا ده السكشن لاين. ده السكشن لاين او الساتوريتد في سوبر هيتد فيبر لاين، وهنا بنسميه الليكويد لاين اللي خارج الليكويد ميكسد لاين اللي خارج من اكسبانشن فالف، وهنا الليكويد لاين اللي خارج من الكوندنسر. هنشوف دلوقتي بعد ما خرجنا من الكمبريسور عند كونديشن 3 بضغط عالي ودرجه حراره ايضا عاليه بدانا نخش على الكوندنسر. لما دخلنا الكوندنسر وبدا الفريون يمشي في موسيقى الكوندنسر اللي احنا وصفناها في البدايه خالص هيحصل ايضا انتقال حراره ويكون في فان عشان تحرك الهواء على الكوندنسر حتى يتم تبريد الفريون من كونديشن 3 الى كونديشن 4. درجه الحراره بتقل ولكن عند الكوندنسر بتتم at constant pressure عند ضغط ثابت. فبعد ما يحصل انتقال الحراره بيتحول بخار الفريون المحمص الى ليكويد كومبريست ليكويد او سب كولد ليكويد، ثم يبدا الدخول عند حاله 4 على اكسبانشن فالف بحاله الميكس. هو ليكويد ولكنه ما زال في نسبه بخار ماء موجودة. لما يخص الاكسبانشن ديفايس او الاكسبانشن فالف بيبدأ يحصل ان ضغطه بيقل من ضغط الهاي بريشر اللي خاص من بوينت 3 وبوينت 4 لحد ما يوصل للضغط المنخفض مرة اخرى بالايفابوريتور 1 و 2، وهكذا تتم السايكل. يتغير الفيز في منطقتين فقط، في الايفابوريتور بيتغير من فيبر من عفوا من ميكس يونت من ميكس ريجون ثم يوصل للفيبر ثم الى سوبر هيتد فيبر، ثم يتغير الفيز في الكوندنسر من سوبر هيتد فيبر بدرجه حراره وضغط عاليين جدا الى كومبريست ليكويد او سب كولد ريجون. هنشوف ده كويس جدا في البي اتش دياجرام منحنى الضغط والانسالبي اللي هو المحتوى الحراري للماده. فهنشوف لو ده كان على الفيرتيكال او البريشر وعلى الهوريزونتال الانسالبي المحتوى الحراري للماده. هنبدا نشوف كل حاله. لو سمينا نقطه 1 او A سمينا نقطه 2 B C D. من A كان حاله الدخول عند الايفابوريتور كده انا في منطقه الميكس ريجن، ولكن غالب عندي على الفريون ده بيغلب طابع ان هو لسه ليكويد، لان عند الجزء ده لو شفنا دراينس فراكشن او الكواليتي الاكس هلاقي ان انا كنت عند الكونديشن على الخط ده كانت الكونديشن ولتكن اتش كان هنا اتش اف يعني لسه ليكويد، وعند الخط ده النقطه اللي موجوده هنا لو فرضنا نقطه بي دي على هذا الخط هلاقي ان البي دي اسمها وليكن بي داش، هلاقي ان بي داش دي هتبقى بي جي يعني فيبر. اي نقطه هنا ليكويد كامل، اي نقطه هنا فيبر كامل، ليكويد مشبع وبخار مشبع. لكن نقطة A وجدتها ان هي موجودة في نقطة الميكس،
نتيجه لحصل خنق في اكسبشن ديفايس زي ما قلنا. هذه النقطه يغلب عليها طابع الليكويد اكتر من الفيبر، فانا بدخلها على الايفابوريتور هيتغير حالتها زي ما قلنا من الليكويد فيبر ميكس ريجون الى منطقه الفيبر زي ما اتفقنا. هيخش فريون بليكويد وبخار، لكن البخار اقل، يبدا يحصل انتقال حراره بين الهواء اللي موجود داخل السبيس، وهنا الجزء المستفاد الحراره المستفاده اللي هي الكيو كولينج اللي هي تبريد الهواء. يعني قلت الكيو كولينج هي كيو من اي الى بي، هذه المنطقه هي منطقه عمل جهاز التكييف. ازاي هنعرف ونفهم دلوقتي؟ بعد ما خرج من الايفابوريتور هيخرج نقطه بي، ما ينفعش تكون نقطه بي موجوده على هذا الخط او تكون موجوده داخل اي روطه داخل الميكس ريجيون، لان انا قلت الكمبريسور مصمم خصيصا عشان يخش عليه بخار محمص، انا كده نقطه بي في منطقه السوبر هيتد ريجيون. تمام، لما دخل الكمبريسور بدا يعلى، ده ضغط الايفابوريتور بي ايفابوريتور، وده ضغط الكوندنسر بي كوندنسر. دلوقتي انا نقطة بي على ضغط الايفابوريتور واللي هو ضغط الاكسبشن فالف ايضا هنا اللو بريشر سايت ايفابوريتور واكسبشن فالف، لكن حالة الخروج مش الدخول، يعني حالة خروج الاكسبشن فالف وحالة خروج الايفابوريتور. دلوقتي انتقلت من بي الى سي نتيجة ان الكمبريسور ضغط بخار الفريون المحمص السوبر هيت فيبر من نقطة بي الى نقطة سي عند ضغط الكوندنسر ودرجة حرارة داخل الكوندنسر. نتيجة نقطة سي داخلة بهاي بريشر وهاي تمبريشر سوبر هيت فيبر اوت اوف كومبريسور خارج الكمبريسور، هيحصل ايضا ان هي تخش على السلفنتينا مواسير الفريون اللي هي في ماسورة اتجاه ثم ترن ثم ترن ثم ماسورة وهكذا عشان يكبر مساحة انتقال الحرارة بين الفريون والهواء الحيز الهواء الجوي الخارجي. فزي ما قلنا هيتغير الفيز من ليكويد هنا سوبر هيتد، لما يخش النقطة دي اصبح ساتيوريتد فيبر، لما يبدأ يكمل يخش منطقة الميكس اصبح هنا كل هنا ليكويد، ثم ايضا بمزيد من انتقال الحرارة بين الكوندنسر والهواء الخارجي بنوصل لنقطة دي. طب فرضنا ان الكوندنسر بدل ما يخرج في منطقة السب كولد ليكويد بالكامل من غير اي احتمالية ان يحصل تكثيف، لا هو هنا هيقف عند نقطة هنا على السيرفيوت ليكويد لاين ونسميها ولتكن دي داش. لو وصلنا لحالة دي داش، لو دي داش هي نقطة دخول اكسبانشن فالف، هيكون هذا الخط بدايته من هذه النقطة ثم نتحرك نقطة دي داش اللي احنا تخيلناها دلوقتي، هنقف عند هذه النقطة وهنسمي النقطة دي ولتكن A داش. نقطة A داش هي نقطة خارج الايفابوريتور، لكن هذه النقطة بيغلب عليها طابع انها تميل لانها تكون فيبر اكتر ما تكون ليكويد. كل ما بندخل الاكس كواليتي بتاع تحول الليكويد الى بخار بتزيد من الزيرو الى الواحد. فرضنا ان هنا كان طبعا هنا اكس زيرو، فرضنا هنا كان اكس واحد من عشرة، لما وصلنا النقطة دي كان الاكس بتلاتة من عشرة، ودي بتساوي كتلة البخار على كتلة توتال بين البخار والميكس. اكس يساوي ام جاز على ام توتال، حيث ام توتال ام جاز زائد ام ليكويد، كتلة البخار على الكتلة كلية للبخار والسائل الليكويد. فالنقطة دي كل ما قلت المسافة بين A و B يعني بتقل الحرارة المنتقلة بين المبخر والهواء المراد تبريده، كل ما بيقل كفاءة الجهاز التبريد وبتقل الحرارة المنتقلة المستفادة الباردة. لما الفريون ده كان درجة حرارته وضغطه منخفضين، وهو ده اللي انا عايزه، انه يطلع الفريون هنا بظروف منخفضة من الضغط ودرجة الحرارة، وهو عبارة عن ليكويد لكن يغلب عليه طابع البخار في حالة لو النقطة دي كانت هنا، فمن خلال انتقال الحرارة بتكون اقل، لان المسافة المستفادة من A الى B اصبحت من A داش الى B. فاذا كلما خرج الماء اللي هو الفريون الفريجرانت في حالة السب كولد او الكمبريست ليكويد ريجيون
من الكوندنسر استفدت بحرارة أكبر. نشوف هنا النقطة دي، دي نقطة السب كولينج زي ما قلنا، ودي نقطة التبريد، وهو ده التأثير التبريدي للريفريجريشن افكت، هو من A إلى B. فكلما زودت المسافة بين A إلى B استفدت بتأثير تبريدي أكبر. لكن الموضوع ده له ليميتيشنز، كل حاجة وليها حدود. دلوقتي أنا داخل بي سي ولتكن درجة حرارتها 89 درجة سلسيوس أو 90 درجة سلسيوس، وكان درجة حرارة الهواء الخارجي 40 درجة سلسيوس الأوت دور كونديشنز. فدلوقتي فرق درجة الحرارة عندي كام؟ دلتا تي بين نقطة سي والهواء الجوي حوالي 50 درجة سلسيوس، ده دلتا تي. فكلما زاد الفرق ده بين النقطة دي وبين الهواء الخارجي استفدت بانتقال حرارة أكبر، ويعني زودت المسافة ممكن تبقى نقطة سي هنا ولتكن هنا سي داش، فمن سي داش إلى دي استفدت إن كبرت المسافة دي، والمفروض دي تيجي هنا دي دبل داش، وهنزل هنا عند الجزء ده. لكن دلوقتي عندي تو ليميتيشنز للموضوع ده. أول ليميتيشن في الكوندنسر نفسه، عشان الكوندنسر يبدأ ينقل حرارة من درجة حرارة ولتكن هنا 100، دي كانت 90 اللي هي ولتكن 100 أو 110 سلسيوس، وكان الأوت دور كونديشنز 40، فكده هو محتاج مساحة سطح كبيرة جدا يمشي خلالها الفريون عشان ينقل حرارة، ويفقد حرارته بيتكثف بينه وبين الهواء الخارجي. ده بيخلي يستخدم كوندنسر ذات مساحة أكبر وبالتالي تكلفة أكبر. يبقى إذا هو في نقطة اوبتيمم بوينت عندها البيست افشنسي بتاعة انتقال الحرارة بين الفريون الموجود داخل الكوندنسر بدرجة حرارة وضغط عالي وفي حالة فيبر من البداية سوبر هيت، ثم يتحول لفيبر هنا، ثم في الميكس ثم يتحول لليكويد. ده له تفاصيل معينة، هذه التفاصيل لازم يكون في منطقة سب كولينج عشان اكبر المسافة التأثير التبريدي للإيفابوريتور. طيب مش انا دلوقتي لو دي اصبحت دي دبل داش هتوصل هي النقطة دي عند الليكويد، اللي هي كبرت المسافة التأثير التبريدي. قلنا اول ليميتيشن هيبقى حجم الكوندنسر كبير وهيجيب بايبس ذات ديامتر اكبر، تكلفة حجم الكوندنسر والبايبس اللي جواه هتكون اكبر. طب لما النقطة تكون موجودة هنا وانا عايز اخد التأثير التبريدي ده كله للإيفابوريتور، ايضا هيكون حجم الإيفابوريتور كبير عشان يزود عدد مسارات المواسير اللي هيمشي فيها الفريون عشان ينقل الحرارة المرة دي بين الفريون داخل الإيفابوريتور والهواء اللي انا عايز ابرده. وبكده نكون اتكلمنا النهاردة عن الاير كونديشنينج ثيوري، نظرية والكومبوننت بتاعت دورة تبريد الهواء. شكرا.